ممتازة، إلا أنها كأن خطيب جمهور كأن خطيب صلاة العيد لا علم له بما يحدث في غزة وفي باقي المناطق ديال المسلمين. يعني بحال ما كاين ما مذكورينش نهائيا خارج النص أو خارج التغطية على المسألة هذه. فبالتالي ذكرنا فعلا شي حوايج هي كتهمنا كمسلمين ديالنا، يعني خاصها بها روسنا، ولكن بالنسبة كأمة كتحسب راسنا خارج على وحدة الأمة. تقول صلى الله عليه وسلم على أهل السنة والجماعة.